بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم احنا الآن الله يعطيكم العافية. أيوة ريكورد شغال. الله يعطيكم العافية. هاي محاضرة رقم 11 وهي جزء من شابتر 3. راح تلاقوها إن شاء الله نازلة على قناتي باليوتيوب إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. راح نكمل في شابتر 3. بالمحاضرات السابقة إحنا درسنا عن الديزاين بروسيس وقلنا إنه الديزاين بروسيس هي 8 خطوات عرفها الكتاب واحنا تكلمنا عليها بالتفصيل في المحاضرات السابقة. الآن في أمور أخرى لازم نأخذها بعين الاعتبار بالعملية الهندسية بالإضافة للديزاين بروسيس. هاي الأمور هي مش جزء من الديزاين بروسيس ولكن هي أمور لها علاقة بالأمور الهندسية. Engineering Economics الاقتصاد الهندسي واحد منهم. كيف يعني راح طبعا راح نتطرق يعني من هون لنهايه الشابتر احنا راح نتطرق ل 1 2 3 4 5 6 7 لا 8 8 خلينا نقول مش مصطلحات ل 8 مفاهيم او 8 مواضيع هي مختلفه جو يعني مختلفه بالاساس ولكن كلها يعني بتقع ضمن العمليه الهندسيه يعني ولازم المهندس يعرفها. لازم المهندس يعرف هاي المعلومات بالإضافة لخطوات الديزاين. احنا حكينا في بلادنا المهندسين يعني نتيجة البنية التحتية والظروف والإمكانيات وطبيعة العمل المهندسين عندنا حسب التخصص يعني ممكن يكون بيشتغلوا شوية ديزاين مهندسين المدني المعماري اللي بيشتغلوا شوية ديزاين جماعة الميكانيك شوية جماعة الباور بلانت والباور يعني ولكن في مهندسين بيشتغلوا اكثر مثلا مينتنس يعني مثلا ما في شركات عندنا لتصنيع مثلا خلينا نقول اجهزه التنفس يعني ما في جهاز احنا عندنا مهندسين للصيانه للماركتينج اي وهذا شيء مش قليل يعني شيء مهم اما ما في عندنا مثلا الاطراف الصناعيه ما في عندنا شركات بتصمم هاي الاطراف الصناعيه وبتصنعها من خلال العمليه الهندسيه اللي حكينا عنها عندنا للصيانة للماركتينج للاستشارات. الآن هاي المفاهيم اللي بدنا نتكلم عنها أيضا هي مهمة أيضا في العملية الهندسية الاقتصاد الهندسي. أنتوا لاحظوا راح تدرسوا أيضا مادة اقتصاد هندسي إن شاء الله. أنتوا إذا بتلاحظوا بالخطة الدراسية تبعتكم وعلشان تكون متفقة مع الإيبت يعني ترى بتاخذوا مادة اقتصاد هندسي انجينير ايكونومكس وبتاخذوا مادة ماتيريال اذا بتاخذوا عن المواد وبتاخذوا مادة عن التيم ورك والكونفليكت ريزوليوشن النية هاي المواد الثانية هاي بتاخذوها تقريبا يعني بتاخذوها في مادة كوميونيكيشن سكيلز صح ولا لا اللي بتدرس في قسم الالكترونيات وبتاخذوا شوية مواد الكتف بجوز او هاي المادة تتكلم لك عن براءة الاختراع وعن الكودز وعن الكوبيرايت وهكذا. إذا engineering economics ليش المهندس لازم يعرف شوية بالاقتصاد؟ الاقتصاد لازم المهندس مش شرط للمهندس يقوم بتصنيع equipment معين أو جهاز معين وما يعرف البودجت تبعته والميزانية تبعته. أكيد أنت بالنهاية المهندس لما بده يصنع برودكت معين الشركة بدها تستفيد من هذا البرودكت. يعني معقول المهندس يصنع مثلا سبيل المثال تلفون بغض طبعا نطرح امثله بسيطه علشان نوضح لكم الصوره. التلفون هذا المهندس بده يصنعه، هذا التلفون الان فيه مواصفات بسيطه يكون بكلف الشركه $1000، طيب هذا كيف بدها تبيعه الشركه؟ اذا لازم ياخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي اثناء عمليه الديزاين. Economic factors always play important roles in engineering design decision making باتخاذ القرار. انا والله عندي ميزانيه كذا كذا، شو هي الماتيريال اللي بستخدمها؟ شو هي الان انا استخدمت هاي الماتيريال طيب الان
شو هي الليميتيشنز، شو هي التوقعات تبعتي للماتيريال اللي بستخدمها. برودكتس اللي تو اكسبنسيف ما بتنباع بسهوله اكيد 100%، وبالتالي ما بيكون في ربح للشركه. اذا المهندس ايضا، اذا لو اجاك سؤال بالامتحان شو هي الفائده، يعني هل المهندس لازم يلم بالاقتصاد الهندسي؟ نعم لازم يلم، بس مش معناه انه هو بده يدرس محاسبه، لا، هو من خلال الاقتصاد الهندسي، من خلال معرفه الربح والخساره وتكلفه المواد، تكلفه الانشاء، تكلفه التصميم، تكلفه الصناعه، الربح للبيع، بده يكون عنده هاي المعلومات الكافيه علشان الشركه تحقق ربح قدر الامكان. البرودكت يعني الفقره الاخيره must be designed to provide services not only to make our lives better but also to make good profits for the manufacturer. اكيد صحيح الشركه بتبيعك منتج كويس، بس هي مش هدفها يعني الوحيد انها تخلي حياتك احسن من خلال هذا المنتج، لا، هي المهم انها تحصل على بروفيت، على ربح، هذا هو المهم. راح تدرسوا ان شاء الله تفاصيل بسيطه عن الاقتصاد الهندسي، انا بعرف انه في كورس مستقل بالاقتصاد الهندسي، ترى انا بعرف ايضا في كورس مستقل خلينا نقول شويه تصنيع او ديزاين فيه اللي هو المشاغل الهندسيه، يعني شويه جانب عملي، هذا مهم ايضا تدرسوا ان شاء الله. الفاكتور او العامل الاخر كان اختيار الماده المناسبه اللي المهندس بيستخدمها او بالشغل تاعه. يعني على سبيل المثال انا بعرف انه الاسلاك الكهربائيه بتتكون مثلا خلينا نقول من ماده نحاسيه. هي الذهب موصل، طب انا بقدر اوصل بيتي كله بالذهب؟ ما بقدرش، حتى لو انه موصل جيد. اذا لازم انا يكون عندي معلومات اساسيه وستاندردز عشان اعرف الماده اللي بدي استخدمها كمهندس، وليش بدي استخدم هاي الماده؟ في مواد بتتطلب مني لزوجه، في مواد بتتطلب مني قساوه، في مواد بتتطلب مني مرونه، في مواد تتطلب مني اني اقدر افنيها، في مواد تتحمل الضغط، في مواد تتحمل الحراره، في مواد انا ما بدي اياها توصل حراره. اذا هاي الامور لازم انت كمهندس يكون عندك خبره، يعني مش شرط مهندس المهندسين الماتيريالز او المايننج او الماتيريالز او المعادن هم اللي يعرفوا الماتيريال، لا، انت كمهندس ايضا لازم يكون عندك خبره بالماتيريال. سيلكشن اوف ماتيريالز از ان امبورتنت ديزاين ديسيجن، مظبوط. بعض العوامل المهمه والخصائص اللي المهندس لازم ياخذها بعين الاعتبار لما يختار ماتيريال. كثافه الماده، السترينث، القوه تبعتها، المرونه تبعتها، قابليتها للتصنيع كيف؟ يعني هل ممكن اصنع منها اشياء بسيطه دقيقه؟ هل ممكن اصنع منها اشياء ثقيله، اشياء خفيفه؟ المتانه تاعتها، durability، thermal expansion، هل هي تتمدد بالحراره؟ يعني انت الان لنفرض انه في ماده تتمدد بالحراره، طب هي انا ممكن، هل ممكن اقدر استخدمها في الاجواء الحاره؟ electrical and thermal conductivity، التوصيل الحراري والكهربائي. انا في مواد ما بدي اياها توصل حراره وكهرباء. الان نفرض انه عندك انت باب الثلاجه مثلا اذا كان موصل للكهرباء معناها بصير شرط عندك مشكله، وهكذا. يعني امثله، احنا قاعدين نطرح امثله بسيطه، مش تكون امثله يعني كثير علميه، ولكن بدي اقرب لك المعلومه. resistance to corrosion، المقاومه للتكاكل. اذا هاي المعلومات العامه لازم تاخذها في عين الاعتبار عند تصميم، عند اختيارك للماده، حسب طبيعه التطبيق تاعك، حسب طبيعه التطبيق تاعك. الان مثلا الاطراف الصناعيه لازم ما تكون الاطراف الصناعيه قاسيه جدا جدا جدا، لازم تكون متينه هي صح، ولكن تكون مثل ما حكوا عنها فيها شويه مرونه، راح ندرس عنها بعد شويه، يعني فيها شويه إلاستيك يعني مرن شوي، راح نتكلم عنها طبعا بعض الامور نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل بعد شوي. اذا هاي جدا جدا ياخذها المهندس بعين الاعتبار عند اختيار الماده، وفي غيرها كثير ممكن ترجعوا لها على الكتاب. Materials properties depend on many factors، على ايش بتعتمد؟ يعني انت كمهندس لما بدك تقيم هاي الماده هل هي كويسه لك بالتصنيع ولا لا؟ اكيد بدك تعرف كيف الماده تصنعت. انتم بتعرفوا مثلا يعني سبائك الحديد
هي عبارة عن معالجة للحديد علشان يكون أمتن ومقابل ومضاد للأكسدة ويكون أمتن وأحسن وموصل بجزء أحسن للتيار الكهربائي. إذا لازم تعرف كيف المادة تصنعت أنت كمهندس، العمر تاع المادة والعمر الافتراضي إلها، التركيب الكيميائي للمادة، كل مادة بتدخل يعني مثلا الآن الإسمنت لما بيعدلوا بالإسمنت، أنا بعرف في الدكتور فارس مطالقة عدلوا بالإسمنت في أمريكا بالشركة يعني من خلال أبحاثه اللي بيقسم الهندسة المدنية ما شاء الله، عملوا إسمنت نوع من أنواع الإسمنت اللي مضاد، يعني كان في أمريكا أو بالمدينة اللي احنا عايشين فيها درجة الحرارة تقريبا سالب 30 تحت الصفر بتصل وسالب 25 تحت الصفر، هاي بتأثر على الإسمنت، بتأثر على الإسمنت بتخليه عرضة لأنه يعني عمره ينتهي بسرعة. دخل مواد كيميائية بالإسمنت بحيث أنه عمر المادة، أنا أظل متذكره أنا، صار أحسن، صار عمر المادة يعني صارت أطول وصارت مقاومة أكثر لدرجة الحرارة المنخفضة. نانهوموجينيوس ديفك، شو معنى ديفك؟ ديفك معنى عطل مخفي، عطل مخفي. نانهوموجينيوس ديفك يعني عطل مخفي، يعني ما يكون فيها أعطال مخفية للمادة، ما يكون فيها أعطال مخفية للمادة. هذا علم قائم بذاته اللي هو الأعطال المخفية. يعني الآن نفرض الآن أنت أمام إسمنت، صبة إسمنت، هل الصبة أنت بجوز تشوف بعينك، بعينك المجردة إذا كانت مصدعة من برا، أما من جوا أنت ما بتشوفها. هاي إلها أجهزة تيستينج معينة بسموها نون ديستركتيف تيستينج يعني إيكوبمنت، يعني أجهزة من خلال مثلاً الإكس راي أو الثيرمال أو إلى حسب بتكتشف الخلل الداخلي إلى جوا. إذا هاي البروبرتيز مهمة جداً جداً تأخذها بعين الاعتبار، يعني لأن هاي اللي تعتمد عليها الماتيريال. الآن الماتيريال أيضاً البروبرتيز بتتغير مع درجة الحرارة ومع الزمن. أكيد درجة الحرارة المواد الموصلة تتمدد أغلبها، إنها طبعاً معامل تبدل وممكن توصل لها كهربائي أكثر وبالتايم وبالإيج، هاي الأمور متغيرة متغيرة. أكيد أكيد المراجع اللي موجودة على الإنترنت، قوائم المتيرة اللي موجودة بالشركات وبالكتالوجز هي بتعطيك البروبرتيز كاملة للمتيرة. راح نتكلم بعد شوية، راح أعطيك أمثلة عليها بعد شوية. List of some materials أو material properties. List of some material properties. شو هي بعض البروبرتيز تبعت الماتيريال اللي بناخذها احنا بعين الاعتبار كمهندسين؟ electrical resistivity، electrical كهربائي، resistivity مقاومه كهربائيه، measure of resistance of material to flow of electricity، المقاومه الكهربائيه للماده. انا الان في مواد بدي اياها تكون موصل للتيار الكهربائي، سلك البيت انا بدي اياه يكون موصل للسلك الكهربائي اللي بين الباور وبين المكيف تاعي، بدي يكون موصل للتيار الكهربائي. طيب انا بدي التلفزيون تبعي السلك اللي واصل منه للسلك من الباور، لا التلفزيون بدي اياه موصل للتيار الكهربائي. طيب انا بدي التلفزيون نفسه الماتيريال اللي متصنع منه يكون موصل للتيار الكهربائي؟ طبعا لا، لانه بشكل خطوره. انا قاعد ببسط لك اياها. density how compact the material is for a given volume. الآن في مواد أنت بتحتاجها تكون الكثافة تبعتها خفيفة، في مواد أنت بتحتاجها في العملية الصناعية تكون الكثافة تبعتها عالية. السفن على سبيل المثال، السفن مش لازم تكون الكثافة تبعت المعادن اللي بتشكل منها هيكل السفينة معدن قوي وكويس وكثافته قليلة علشان يطوف أكثر فوق سطح الماء، هاي مثال عليها. إذا الدنسيتي، موديولوس معناها معامل، إلاستيك معناها مرن، يعني الآن معامل المرونة. في مواد أنا بحتاجها بقدر أشدها، بقدر أقصر منها، بقدر أثنيها، هاي المرونة مرات تحتاج تعرفها. ريجيد معناها صلب، ريجيديتي اللي هي مجر of how easily material can be twisted or shared. بدك أنت مرات تتأكد إذا بتقدر المادة هاي، خلينا أقول لك تثنيها بحيث إنها تنكسر أو ما تنكسر، هاي معامل الصلابة.
مرات احنا كمان بنحتاج نعرف اذا كانت الماتيريال تبعتنا بتمتص طاقة ميكانيكية ولا لا، بحيث انها ما تخرب. يعني انت الان بتحب، يعني في ماتيريال لازم يعني بدنا نتأكد لما نستخدمها انها بتقدر تمتص الطاقة اللي الطاقة الميكانيكية عليها بدون ما يصير فيها خراب، تفنس، صلابة. في مواد انا بدي اياها مش بس تمتص، يعني هاي المادة بتمتص بس ما بيصير فيها خراب، هاي المادة بتمتص التفنس بحيث تكون قوية، تف زي الحيط الحائط، انا بدي اياها يكون تف، بدي اياها يكون تف يتحمل بس انه ما ينكسر يصير فيه خلل الحائط. لاحظ السيارة لما بتمتص ضربة بتنطعج. انا بدي اما تخيل انه السيارة اذا امتصت ضربة انكسرت شو بيصير؟ بتكون مش هيكل السيارة بيكون اللي هي الريزايلنس مش مصنع مظبوط. اذا التفنس انا بدي ميكانيكال بروبرتي اوف ا ماتيريال ذات انديكيتس ذا ابيليتي اوف ذا ماتيريال تو هاندل اوفرلودنج، يعني يتحمل الاوفرلود قبل ما ينكسر. ثيرمال اكسبانشن ذا تشينج ان ذا لينث اوف ماتيريال. لاحظ في مواد لما تتعرض لدرجة حرارة، أنا قاعد ما بدي أحاول أشرح لك إياها بنقطة يعني حرفيا، أنا هذا السلايد ليش أصلا زمان كنت أطلب من الطلاب إنهم يعطيهم يفوز علي أنا مباشرة، إنه هو يعني مو أحسن وسيلة إنك تفهم إشي إنك أنت تسعى وراء إنك تبحث عنه، كنت أطلب من الطلاب أعطيهم يفوز فيه مباشرة قبل ما أدخل المادة، لأنه هذا السلايد بيجي عليه أسئلة كثير. يعني إحنا ممكن نجيب لك how easy the material will stretch or shorten، يميز لمين؟ بدك تقول لي هي للإلاستيك. thermal expansion في ماتيريال انت ممكن تتمدد بالحراره، انا بدي اياها تتمدد بالحراره، في ماتيريال انا ما بدي اياها تتمدد بالحراره، اذا لازم تعرف الثيرمال اكسبانشن للماتيريال. كمان بدك تعرف الثيرمال كوندكتيفيتي للماتيريال، هاو جود ذا ماتيريال از ان ترانسفيرنج ثيرمال انرجي، بدك تعرف الثيرمال كوندكتيفيتي للماتيريال كيف انها الماتيريال هاي بتعمل ترانسفير تنقل الثيرمال انرجي، تنقل الحرارة. Specific heat capacity اللي هي represents the amount of thermal energy required to rise the temperature of 1 kilogram of a material by 1 degree Celsius اللي هي زي كده السعة الحرارية للمادة. هاي مصطلح خاص بالماتيريال اللي هو خاص أو بيقيس لك الحرارة اللي خاصة ترفع 1 كيلوغرام ماس من الماتيريال درجة واحدة سليسيس. مكتوب هون materials with large heat capacity values are good in at storing thermal energy. الماتيريال اللي الهيت كاباسيتي لها عالية جدا جدا جدا، يعني بتطلب درجات حرارة عالية جدا جدا جدا. تا الماتيريال نفسها واحد كيلو جرام منها يزيد درجة واحدة سليسيس كويسة في حفظ الثيرمال انرجي. في حفظ الطاقة الحرارية. هاي معلومات مهمة جدا جدا، هذا السلايد بتمنى تحفظوه وتعرفوا كل واحدة منهم شو معناها. viscosity لزوجة a measure of how easily the given fluid can flow. The higher the viscosity value the more resistance. كل ما زادت اللزوجة كل ما المادة اللزج. العسل الآن تجيب بريق مية أو تبروير مية وتبروير فيه عسل، كبهم مين اللي بمشي بسرعة؟ أكيد المية. إذا المية إلها less viscosity than honey than على العسل. لو جاك سؤال الامتحان الزيت والمية مين إله viscosity أكثر؟ أكيد الزيت إله. في مواد تطلب في تصنيع، في مواد مصنعة تطلب لزوجة. السنوبرز تبع السيارة اللي بيكون موجود على العجال، هذا السنوبرز بيكون في مادة لزجة بحيث انها تتحمل الضغط وتكون لزجه هيها اللي هي احطها هون. كان بيتوسط لا مش هون، موجود بسلايد ثاني. اذا اللزوجه
بيبر بريشر ضغط الجو، فلويد with low vapor pressure values will not evaporate at equally as those with high values of vapor pressure. قصية ال vapor pressure لبعض الموائع والسوائل هاي مهم جدا جدا تعرفوها. وآخر واحدة اللي هي bulk modulus of compressibility اللي هي represents how compressible the fluid is. كم قديش انت ممكن تضغط الفلويد. هاي اللي انا قصدي عنها مع الفيسكوسيتي اللي دخل بالسنوبرز تبع السياره. في مواد يعني هذا السنوبرز في ماده لزجه جدا وثقيله كثير كثير كثير، بحيث انه السياره العجل وهي ماشي العجل اذا اجى على مطب يمتص الضربه، هذا السائل بيمتص الضربه بيكون لزج وبتحمل. ها شايفين بيمتص هاو كومبريسبل، قديش ممكن ينضغط هذا الفلويد اللي جوا، تكون زيوت خاصه. How easily can one reduce the volume of the fluid when the fluid pressure increased؟ بقل الضغط تبع السائل او المائع هذا بالضغط اللي عليه، بقل الحجم تبعه بالضغط اللي عليه. هاي عوامل مهمه جدا 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 يعني ضروري تعرفوها. الثاني بدها مراجعه، هذول السلايدين مهمات جدا، ارجعوا على كل كلمة مكتوبة بالكتاب بخصوصهم ورح يجي عليها الأمثلة وأسئلة كثير، رح يجي وأسئلة كثير. أنا هون وأكمل المحاضرة القادمة بالتيم ورك. الله يعطيكم العافية.